الدولة المصرية والقيادة السياسية دايما بتهتم بفكرة تقييم الشباب وتعزيز قدراتهم المختلفة وكمان مشاركتهم في بناء الوطن من خلال محور مهم جدا وهو تنظيم المؤتمرات الشبابية اللي حرصت عليها الدولة المصرية من خلال مؤتمرات الشباب وارتقت إلى المستوى العالمي منتدى شباب العالم وأصبحت دايما حلقة للوصل ما بين الشباب والقيادات التنفيذية داخل الدولة. في الحال المؤتمرات الشبابية دي عملت فرق كبير وعملت تحول جذري في العلاقة ما بين الشباب وما بين الدولة المصرية، حتى إن النسخ العالمية منها أيضا كانت بمثابة برلمان شبابي مصغر يناقش كل هذه القضايا. خلينا نشوف كيف فعلت هذه المؤتمرات وما هي نتائجها. في ظل اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء الوطن، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في مجال الحوار المجتمعي من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات الشبابية التي أحدثت فرقاً كبيراً في العلاقة بين الشباب والدولة. بدأت هذه الحركة الشبابية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد أول مؤتمر للشباب في مدينة شرم الشيخ عام 2016. كان هذا المؤتمر بمثابة نقطة تحول رئيسية، وتم فتح قنوات حوار مباشرة بين الشباب ومؤسسات الدولة، ما ساعد على بناء الثقة وتعزيز الشعور بالانتماء. ومنذ ذلك الحين تتابعت المؤتمرات في مختلف المحافظات المصرية، حيث تم طرح وتنفيذ العديد من الأفكار والمبادرات الشبابية، كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التي تهدف إلى تطوير الكوادر الشبابية لتكون قادرة على تحمل المسؤوليات وقيادة التغيير. وأحد الإنجازات البارزة كان إطلاق منتدى شباب العالم الذي يجمع شباباً من مختلف الثقافات والأديان لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل. وأصبح المنتدى منصة عالمية تتيح للشباب التعبير عن آرائهم وطموحاتهم بشكل فعال. وتظهر المؤتمرات الشبابية في مصر كيف يمكن لفتح قنوات الحوار وتمكين الشباب أن يعزز من مشاركتهم في صنع القرار ويعزز صورة مصر على المستوى الدولي، وهو ما يجعل هذه التجربة المصرية مصدر إلهام للشباب في جميع أنحاء العالم.